مرحبا حبايبي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانت عم تشوفوا هذا الفيديو. اذا انت اول مره عم تشوفوا الفيديو، اهلا وميت سهلا فيك بقناتي. بتمنى منك الاشتراك للقناة، ما عليك الا تضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو وهيك بتكون انضميت لعائلتي. حاليا اجينا على المطعم. شوفوا كم شخص. السلام يا هلا. احمد حمو عازمني. احلى زلمه بالعالم. عزيزتي كلها على وجهي. شوفوا جو. عم بياكلوا، فبدنا بعض مزيد من البوتيتو. فاسمعوا خليكم مع الدواء، انا رايح اجيب البطاطا. ماشي شباب، ان شاء الله. بس يا حمو بتطبق مليون مشترك. والله اسمع، عندك 5 مليون مشاهد، وانا واحد منهم اصيب 5 مليون. لازم اغني لك. حضر حالك يا قمر، عيد ميلاد اغلى البشر. حمو الله يخلي لنا اياك، شو بحبك انا. بعد امك قلت لك هلو، والكل طلع صار عنده فورم هذيك اللحظة، عنده شغل صح. واحد رح يشتري لبس، واحد رح يشتري هدية، واحد ما بعرف شو. بس الشيء الأحلى من هيك إنه معي كارت البنك، فبصير ما فيها غير 10. هلا أنا وراي عم نتخيل وعم نحسب رح يجي الفاتورة هذيك الحسبة. أيوة أنا عندي فكرة إني أنا أروح سمر على تليفوني. السلام عليكم. تليفوني يا بنت. لا عن جد شعور كتير مقرف لما تفوت على مطعم وتطلب بيتزا وثلاث اربع صحون بطاطا وبيتزا كبيره. انا بتخيل له تفضل كرت البنك، وبيحط لك كرتك البنك، تكتب كلمه السر، يطلع لك ام سوري نو اني ماني، والله فيه 10 يورو. طبعا حبايبي خلصنا كل شيء، والله فول. بس عم بحكي معه لحتى بس وياهم كرت البنك اي شيء. المهم بس نطلع من هون سالمين، لانه ما بخلنا نطلع. ورفقاتي الله يخلي لي اياكم، كل دعوه دعوتوا لي اياها الله يستجيب دعاكم. بس مو تتركوني تروحوا، لكن المشكله لو تاركين حدا معي ذكي بيعرف يحكي كمان. معلش انا استنى شو عم بصير معه. حبينا نحكي معكم شوي، ندردش معكم. جايز الحمد لله تزبط الامور، فمثل ما خبرتكم هي كانت مقلب. فاخر ستابولي شوفكم فيديو جاي.
انتو بحاجة.